مجلس الوزراء ما اجتمع الخميس والحظر مستمر. وراح نقول لكم كم وصل عدد المواطنين مقابل المقيمين بالكويت. البصل والثوم اللي بالديره يكفي 100 يوم والعيش 15 سنه. ابطال عضويه الداهوم يعيد ترتيب الاولويات. الحكومه تحيل الضمان المالي الى مجلس الامه. وايضا معنا اخر التصريحات بخصوص لقاح استرازينيكا وهل يسبب جلطات بالدم. مساء الخير حياكم الله في حصاد الاسبوع. أكدت مصادر حكومية للقبس أن مجلس الوزراء ما اجتمع الخميس وهالشي يعني أن الحظر مستمر وتوقيته ما تغير وللحين ما تم السماح للمطاعم بخدمة التوصيل بعد الساعة 5 العصر المصادر قالت أن مجلس الوزراء راح يصدر مجموعة قرارات الأسبوع المقبل استنادا لتقييم السلطات الصحية لمؤشرات انتشار الوباء وعدد الإصابات والوفيات كشفت الاحصائيات الحكوميه الرسميه ان اجمالي عدد سكان الكويت بلغ 4.670 مليون نسمه حتى نهايه ديسمبر 2020، المواطنين يشكلون نسبه 31%، حيث بلغ عددهم 1.459 مليون كويتي مقارنه ب 3.210 مليون مقيم، يشكلون

تقرير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائيه اظهر وفره في بعض السلع الرئيسيه بالجمعيات التعاونيه ونقص في سلع اخرى. التقرير حذر من ان المخزون الاستراتيجي لبعض السلع يكفي 100 يوم فقط مثل البصل والثوم. واشار التقرير الى ان الدوله تملك وفره في احتياطي الارز يكفي اكثر من 5800 يوم، يعني 15 سنه و8 اشهر بحسب نمط الاستهلاك الحالي. وفي حرص على توفير كميات كبيره من المخزون من السكر والعدس والبطاط وحليب البودر والزيوت النباتيه. المحكمه الدستوريه ابطلت عضويه النائب السابق بدر الداهم، وكان في ردود افعال نيابيه مختلفه بعد الحكم، ركزت على ثلاث محاور. وبعد جمله من التطورات المتسارعه والمتلاحقه منها احاله عدد كبير من النواب للنيابه العامه على خلفيه التجمعات المخالفه للاشتراطات الصحيه، جاء تدخل القياده السياسيه بحكمتها المعهوده. وتم نزع فتيل الازمه ومن أخبارنا اللي كان عليها تفاعل كبير هالأسبوع مصادر حكومية كشفت للقبس أن الحكومة رفعت مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا إلى سمو نائب الأمير بصيغته الأساسية اللي رفضها مجلس الأمة وتأكيدا لما نشرته القبس يوم الثلاثاء الماضي أحالت الحكومة رسميا مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين بحد أقصى ثلاث مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد على ان تضمن الحكومه 80% من اصل التمويل المقدم الى العملاء المتضررين كثير من التصريحات تكلمت على مدى اسبوع تقريبا عن لقاح استرازينيكا وهل يسبب جلطات وتابعنا العديد من الدول الاوروبيه اللي قررت ايقاف استخدامه من اخر التصريحات بهالموضوع المعلومات اللي اعلنتها وكاله تنظيم الادويه ومنتجات الرعايه الصحيه في بريطانيا واللي قالت ان الادله لا تشير الى ان اللقاح للوقايه من كوفيد 19 يسبب اي جلطات دمويه وبعدها التصريح تحدثت وكاله الادويه الاوروبيه وقالت انها ما حصلت اي ادله تربط بين تعاطي اللقاح وحدوث جلطات للمرضى واكدت انه امن وقبل تسجيلنا لهذا الحصاد ايطاليا اعادت استخدام لقاح استرازينيكا شكرا على المتابعه ما السلامة تفضل